السلام عليكم. كما سبقني درت لكم سولتكم هذا السؤال للدراري صحاب الاختصاص، علاش كتصلح هذه وشنو السنيه ديالها؟ اليوم ان شاء الله غنشرح لكم طريقه الخدمات هذه ولاش كتصلح. هذه كتسمى تور دو غوفرو دي سمو دو سيركوي اوفير. شنو الدور ديالها؟ هذه حنا كنسميوها بالدارجه ديالنا بالهضره العاميه ديالنا، ما كنقولوش المونتيكني، كنقولها الثلاجه. شنو الدور ديالها؟ هذه كتجيب لنا واحد الماء سخون من واحد الماكن، كيدخل من هنا الماء سخون، كتكون بخصوص ايامات الصيف كتكون درجه الحراره تقريبا كتكون واصله فيه حتى 45 دوغري، يعني كيكون الماء طايب وما خصوش يعاود يرجع للماكينه سخون باش ما يديرلهمش مشكل في الماكينه، يعني خصو يدخل ويبرد وعاد يخرج من هنا بارد. هذه هاد السيركوي هذا. الطريقه كيفاش كتخدم؟ ان الماء ملي كيدخل هنايا سخون كيلقى واحد تما واحد القادوس. دابا نخليكم واحد التصويره الطريقه ديالو كيفاش داير. هذاك القادوس كيكب، ما خصوش يكب، كيكونوا هنا شهادات بحال هكا، الشهادات بحال الخليه ديال النحل، بحال هاد الشهادات كيكونوا الماء كيضرب، ما خصوش يضرب فيهم في الاول، خصو يضرب في الطبقه الثانيه. راه فيها جوج طبقات، كاينه الطبقه الاولى هنايا والطبقه الثانيه هنا. هو الماء خصو يدخل يهبط يضرب هنايا في هاد البلاصه هادي، يعني غيكون كنكونوا مدوزين لواحد القادوس كيضرب هنايا. فاش كيضرب هنايا بجوج جهات كدير واحد حتى كيتفرج، كيضرب لهاد الجهه ولهاد الجهه، باش هنا كيهبط الماء، كيهبط الماء مترش وكيهبط بارد. داك الساعه علاش؟ باش الفرفاره راهي الفوق، ديك الفرفاره كتجبد ماشي كتدفع الريح، يعني عندها الصوص ديالها كتجبد الريح، يعني كتدخل من هنا الهواء وكتطلع الريح وكتبص هذيك السخونيه اللي كتكون في الماء هنايا باش كيطلع لنا. هذيك الطبقه هذه كتخلي ان الماء ما يبقاش يخرج من السماء، ما يطلعش للسقف، كيبقى دائما محدود الماء غير من هذه البلاصه لهذه البلاصه هذه، يعني الماء ديال الماء اللي كيبرد كيبقى من هنا لهنايا وكيهبط، كيهبط مصفي، يعني مصفي، حنا كنقولوا مصفي ماشي من الوسخ، مصفي من السخونيه، كيولي الماء بارد، يعني بحال قلنا دخل كيدخل هنايا الماء 45 دوغري كيقدر يخرج هنايا، فين كنا دايرين في الماء نديفو ماكسيمو كيقدر يخرج لنا الماء هنايا في 20 21، ما كيخرجش الماء سخون، يعني كيكون صالح للاستعمال باش ما يبقاش مشكل في الماكل. كما قلت لكم كيدخل الماء هنايا، كيكون عنده كاين واحد الطي تمايا هابطه كتكب الماء هنايا من هاد الجهه ومن هاد الجهه كترش الماء، كيهبط الماء هنايا ملي كيترش هذوك الشهادات كيتقلهم كيخليهم شي هبطك الساعه، على ما الفرفاره كدور كتمص السخونيه ديالو كتجيب الريح من التحت وكتطلعو كتخرج الصهد الفوق. دابا طلعنا تما الفوق غنلقاو الفرفاره كتطلع لنا الصهد وكيهبط الماء، كيهبط الماء بارد هنايا في هاد الريزيرفوار هذا. هادي اللي حيدناها راه كتلقى هنا الماء بارد. دابا الماء هنا كيخرج الماء بارد كيمشي كيعاود يخرج، كيهبط واحد الساريج، حنا دايرين سيركوي اوفير ما درناش سيركوي فيرمي، كيهبط واحد الساريج من بعد كيدخل الماكينه كيعاود يرجع كيطلع هنايا، كيمشي من هنا ما عرفتش واش كيبان، كيمشي من هاد البلاصه هادي كيدخل بهذا الكود هذا، كيمشي للساريج من بعد كيعاود يرجع كيطلع لهنايا سخون، كيدخل هنا كيعاود يبرد كيعاود يخرج لهنا بحالو. هادي هي الطريقه الاستعمال. نتمنى تكونوا استفدتوا ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر.